يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل للحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 34-25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-21، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 35-22، إلى السويس 34-24، العريش 32-23، طابة 32-25، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 37-27، وإلى الأقصر 39-27، أسوان 38-27، الوادي الجديد 38-22، شلاتين 36-28، وحلايب 33-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.